يا اهلا وسهلا بيكم. مشكله العصافير اللي بتنزل بتاكل الزرع، تبقى انت زارع السطح او زارع البلكونه، وبيحصل ان العصافير بتنزل طبعا وبتاكل ايه البذور يعني الصغيره او النبت البسيط، بيكون لسه النبت طالع وطبعا العصافير بتقضي عليه. ايه الحل لهذه المشكله؟ الحل بسيط جدا، انت مطلوب منك ان انت تجيب عروسه لعبه، اي عروسه عندك في البيت لعبه زي ما احنا شايفين كده، هنحطها على كرسي او على مكان عالي، او هنجيب خيال المآتم، اي نوع من انواع العروسه زي ما احنا شايفين كده. بمجرد ما انت هتحطها، طبعا المساله دي انا جربتها وطبعا كانت حل سحري جدا، يعني حل ممتاز جدا، يعني العصافير مباشره بمجرد ما يعني ما تشوف العروسه ديت هتجري بسرعه، وعمرها ما هتاجي تقرب للزرع تماما، وبالشكل ده هترتاح تماما من مشكله العصافير اللي بتاكل النبت الصغير، وكمان حتى كمان اللي هو بعض انواع الزرع طبعا العصافير بتنزل وتاكل فيها اكل يعني شرس جدا، عشان تخلص من هذه المشكله. ولو انت عندك حقل كبير بقى وارض كبيره والعصافير بتاذيك، يبقى انت في الحاله دي ممكن تجيب خشبتين كبار كده على شكل زائد، وتعلق عليهم العروسه، تثبتها عليهم، وتكون عروسه يعني ايه حجمها كبير كده زي العروسه الحمراء اللي معانا دي، وبكده العصافير هتخاف تنزل على النباتات او على الفواكه والثمار. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.